السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعي الأعزاء. هل يمكن أن ترجع الطيور والبابغاوات والعصافير التي طارت من القفص مرة أخرى إلى صاحبها؟ بالطبع أيها الأحباب الكرام، هذا سؤال مهم جدا، ويتعرض كثير من المربين لهذه المشكلة أن الطيور والبابغاوات تطير من القفص، فهل يمكن أن ترجع العصافير والبابغاوات إلى مكانها وإلى بيتها مرة أخرى؟ تابعونا لتتعرفوا على الجواب على هذا السؤال، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. إذا كانت الطيور والبابغاوات والعصافير تربيها في الأماكن المكشوفة على السطح أو في البلكونة الخارجية، فبنسبة كبيرة جدا تستطيع هذه الطيور أن تعود مرة أخرى إلى قفصها وإلى أعشاشها، ولكن بشروط. أولا، بالنسبة لعودة عصافير البادجي وعصافير الكوكتيل والفشر، هذه العصافير بناء عن تجربتي فإنها يعني من الصعب جدا أن ترجع مرة أخرى، إلا إذا كانت هذه الطيور يعني متعلقة بمكانها، يعني عندها فروخ، أو يعني أنها خرجت وهي يعني راقدة على البيض، فإنها ترجع حتما لتكمل دورتها، أو يعني متعلقة بطيورها وبفروخها، فبنسبة كبيرة قد تصل إلى 95% سترجع مرة أخرى إلى القفص، فحاول أن تترك القفص وأن تراقب المكان. ما إذا طارت الطيور بعيدا 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 عن مكان بيتها، فإنه من الصعب جدا أن تستطيع أن تعرف معالم البيت مرة أخرى، لذا سيكون الأمر صعبا. حاول أن تترك القفص مفتوحا، وحاول أن تبتعد عن المكان حتى ترجع الطيور مرة أخرى إذا لم تكن قد طارت إلى مسافات بعيدة بعيدة. ولكن الأمل ما زال موجودا إذا كانت هذه الطيور تحتها فروخ، أو إذا كانت قد باضت في المكان وظلت فيه فترة طويلة وهي تربى في المكان المكشوف، فإنها تستطيع أن تتعرف على معالم البيت من الخارج. أما إذا كانت هذه العصافير تربى داخل البيت، فإنها يصعب عليها أن تحدد معالم البيت، لأنها لم ترى البيت أصلا من الخارج، فيصعب عليها أن ترجع إلى البيت مرة أخرى لأنها لم تعلم معالم البيت الخارجية. لماذا يستطيع الحمام أن يرجع قفصه؟ يرجع الحمام لأنه يربى في الأماكن المكشوفة، ولأنه يعلم معالم البيت الخارجية، يعني هو شاف معالم البيت الخارجي، فعشان كده يستطيع أن هو يرجع مرة أخرى. العصافير البادجي والاسترالي والكوكتيل أقل قدرة في الذكاء، لذلك يصعب عليها أن تعلم معالم البيت حتى يعني لو كانت في الأماكن المكشوفة، بعكس مثلا البابغاوات الكبيرة. يعني لو أن عندك بابغاء الدرة، أما عن تجربتي فإن هذا البابغاء الذي أمامكم قد طار مرتين اثنين، وهو يربى في المكان المكشوف في البلكونة، لذلك عاد مرة أخرى إلى القفص لأنه يعلم معالم البيت الخارجية، فعاد مرة أخرى. بالنسبة للكاسكو، لأي بابغاء يعلم معالم البيت الخارجية، فإنه سيرجع مرة أخرى لأن قدرته الذكائية تكون قوية جدا. ولو أن هذا البابغاء أيضا أليف ويعرف صاحبه ويعرف صوت صاحبه، بإمكان صاحبه أن يبدأ في التصفير أو إصدار صوت معين يعني يميز هذا البابغاء، ينادي عليه مثلا بالكلمة التي يعني يقولها له دائما، يعني بيقول له مثلا كوكو، فيبدأ يطلع خارج البيت وينادي عليه، فهيبدأ البابغاء يرجع له تاني لما يسمع صوت صاحبه لو كان هذا البابغاء أليف مثل الكاسكو. إمكانية رجوع البابغاء الأليف إلى صاحبه وإلى البيت مرة أخرى يعني نسبة كبيرة جدا إن هو بيرجع تاني، لو كان هذا البابغاء يعلم معالم البيت الخارجية، بيربى في الأماكن المكشوفة، بنسبة 95% هيرجع تاني. لو كان هذا البابغاء يعني ترك القفص ويعني تحت منه فروخ صغيرة، فبنسبة كبيرة جدا سيستطيع هذا البابغاء إن هو يحدد ويرجع مرة أخرى إلى البيت من أجل فروخه، لأنه بيكون متعلق بفروخه، فهو أصلا بيكون حريص أنه هو يرجع مرة أخرى لو خرج من القفص.
دي كلها اللي هي الشروط اللي هي ممكن بسببها يرجع الببغاء مرة أخرى. أيضا أنت بقى لو أنت مثلا الببغاء ده طار عندك، من الممكن أن أنت مثلا تكتب إعلان على اليوتيوب، على النت مثلا أو على الفيسبوك، وتكتب مثلا وتقول مثلا يا جماعة في ببغاء مثلا الكاسكو أو ببغاء الدرة، الببغاء دوت مثلا طار مني في المنطقة الفلانية. لأن طبعا لو الببغاء ده أليف بيسهل على أي حد أن هو يمسكه، يعني ممكن يقف في بلكونة واحد وطبعا بيكون هادي، ممكن واحد يمسكه، فممكن لو حد شاف الإعلان يوصلك له. طبعا لو الببغاء طار من عندك وهو ما يعرفش معالم البيت وطار لمسافات بعيدة جدا، فطبعا بقول لحضرتك انه يكون من الصعب بل يمكن يصل الى المستحيل ان هو يعرف يرجع مرة اخرى تاني. فمش هيبقى قدامك طريقة غير ان انت تعمل اعلانات في جروبات الببغاوات والعصافير، يا جماعة طار من عندي كاسكو، طار من عندي ببغاء الدرة في المنطقة الفلانية، اي حد هيتواصل معايا او هيلاقيه فهيكون مثلا ليه مكافأة مثلا من المال او من اي شيء، مثلا انت تحدد مكافأة عشان تشجع الانسان اللي هو وجد هذا الببغاء. يعني لو ربنا كرمك يعني هذا الببغاء وقع في ايد واحد امين هيرجعه لك ان شاء الله، فما تفقدش الامل. وطبعا يعني المسألة دي بتزعل ناس كتير جدا، واتمنى لكم يا رب يعني ان اي واحد ببغاء طار ان هو ربنا سبحانه وتعالى يرد له الببغاء، نتمنى من الله ذلك. وطبعا كل عام وانتم بخير، اتمنى تكونوا استفدتم معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Cuckoo, cuckoo.